معرفش الاجيال الجديده تعرف محمد طه ولا لا، معرفش، لكن هو اكيد جيلي عارفينه، وطبعا الاجيال اللي اكبر مننا. انت بتتكلم على امبراطور الموال، 10,000 موال، رائد في الارتجال، يعني يقعد يقول الموال بتاعه وفي النص مثلا حد يقطعه، مش بيقطعه غلاسه، يقطعه زي يقول له كذا فيروح رادد وهكذا. انت بتتكلم على 100 سنه عدت على ميلاد واحد من اروع وابدع فنانين مصر، محمد طه. جه من طهطه في قلب الصعيد، دي بلد رفع الطهطاوي، علشان يشتغل في مصنع نسيج، وكان يغني المواويل وهو شغال، فيلفت النظر لموهبه جارفه، وبدا يغني زي عادة أصحاب المواويل يعني في الموالد الشعبية. بعد شوية ينتقل لأنه ذائع الصيت والشهرة إلى الإذاعة المصرية. أهو شوف، مفيش حد عنده قدرة الارتجال من فنانين الموال المصري قد محمد طه الله يرحمه. يرتجل في أي وضع، في أي حفلة، في أي مكان. اه والله. وبعدين يرتجل وهو واقف على المسرح عادي، يرتجل وهو واقف في حفل عادي، ويعتمد على حضور ذهني رهيب. خلي بالك، مسألة الارتجال دي مش مسألة عادية، دي تحتاج إلى ذكاء شديد وفطنة مذهلة، وكان بارعا في ذلك. شهرة محمد طه رحمة الله عليه ما كانتش بس جوه مصر، لا، ده في أنحاء الوطن العربي، أحيا حفلات في بلاد عربية وفي بلاد أجنبية كمان. طبعا احنا عندنا واحد من أشهر الحاجات اللي أنا أحبها جدا لمحمد طه، مصر جميلة. يا سلام، اسمع الصوت واسمع الكلام، وحتى لما تم تصوير هذا الموال الجميل في حب مصر، خليك فاكر. طب احنا معانا على تليفون الاستاذ محمد فرحات، حفيد الفنان الراحل العظيم محمد طه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ الحمد لله تمام. يعني احنا هنا بس بنحاول قدر الامكان، ولانه فيه حقه، ذكرى ميلاد فناننا الكبير العظيم محمد طه جد حضرتك. والله انا مبسوط يعني من الكلام اللي حضرتك اللي قلته ده، انا مش عارف اقول ايه بعد ما انت قلت كل الكلام ده. لا لا، ده اكيد هتقول يعني كتير. يعني يعني انا جدي محمد طه كان زي ما حضرتك قلت، اتولد سوهاج في طهطه سنه في 24/9/22، ونزل من، وكان والده صول في الشرطه، ايوه، في السكه الحديد. حلو. ونزل مصر واشتغل في النسيج، وبعد كده قعد في عزبه في البلد بتاعت والدته في الفلاحين في الاليوبيه، وبعد كده اشتغل في مصانع النسيج كتير، وبعد كده ابتدى يشتغل في الموالد، السيد الحسين والسيده زينب، لحد ما في يوم وهو بيتفرج في حفله اتفرج عليه الاذاعه الكبير سهره بليل. ومن هنا بقى بدات مسيره يعني النجاح. انا معاك يا استاذ محمد. من هنا بدات مسيره النجاح لجدي محمد طه سنه 51 او 52، من هنا بدات. وكان اول حفله دي كانت مع الفنانه صباح والفنانه فايزه احمد، وكانت اقوى حفله لي بالنسبه لجدي محمد طه. لما كنت بساله ولما كان بيقول، كان يقول لي اقوى حفله ليا كانت في قصر المنتزه. اقوى حفله في قصر المنتزه. دي الحفله اللي كان فيها المارشال تيتو، وكان فيها استاذ الرئيس جمال عبد الناصر. كان منظم الحفله دي الاستاذ جلال معوض. يا على العظمه، الله يرحمه. فكانوا عمالقه وفكر الجزاوي، وهو كان اخر واحد. يا جماعه انا لسه جديد، انتوا ازاي تطلعوني اخر؟ لا، انت هتطلع اخر واحد. واخر واحد ده زمان يعني كان البرنج، يعني كان بيبقى رقم واحد. وهو لسه برضه ما كانش خد حقه. اخر واحد يعني ختمها مسك بقى. بالظبط. اول ما دخل، يعني لما كنا بنسمعه يقول واحنا في وسط القصر، يقول ايه؟ يقول لك انا اول ما دخلت لقيت ناس مش عارف اغني اقول ايه، اتبرجلت. فاول ما شفتهم فقلت حلوه صلاه الناس. اللهم صل على كامل النور. جامعة شملنا جامعة كمثل يوم الخميس صابح لنا جمعة، لولا المدارس ما عمل العلوم جامعة.
وقال موال دخل الرئيس جمال عبد الناصر فيه هو والمارشال تيتو. قال ايه؟ نطق الجمل للنبي وتيتو نطق بجمال. يا عيني. وكل ما يجي يقفل يقول له كمل. قعد ربع ساعه فوق الايه؟ الوقت بتاعه. الله. جدي احمد طه كان راجل بسيط. راجل فلاح وصعيدي. جمع الحسنيين. عمل حفلات بره مصر وفي المنطقه العربيه، بس عمل فين بقى؟ يعني في بلاد الاجانب. 38 ولايه في امريكا. 38 ولايه في امريكا وجميع الدول العربيه والاوروبيه. الله اكبر، الله اكبر. فهو العالمي بحق، اول فنان شعبي يوصل للعالميه. صحيح، انا معاك 100%. صحيح. أستاذ محمد أنا عايز أشكرك أولا ألف 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 شكر على هذه المداخلة، ونعيش جميعا كده ونفتكر إحنا وأولادنا وأحفادنا فنان من أروع ومن أجمل ومن أبدع فنانين مصر، الفنان الكبير الراحل محمد طه. ولا توجد نطق لمصر جميلة أحلى من محمد طه بصراحة.